وش راح تقرر عني استاذ جاوي قاهر النهضه والعلاوي؟ والله انا اقترح حسب خبرتي بالموضوع وحسب العقد المبرم بيننا بين اهل العروس والعريس وبيني انا، الفرع مو بعيد، ثاني فرع رابع بيت على اليمين، هناك الحفله مال الحنه. قالها الشاعر. ايش قال؟ من صبح بوجه جاوي شاف كل البلاوي. زين انت متاكد ثاني فرع رابع بيت على يمه؟ اخوانا مو قلت لكم ثاني فرع رابع بيت، راح تلقون الهوسه هي هناك الحفله. وشلون نشوف واحنا ما نشوف وعيوننا غامضه؟ يعني شنو؟ واحد يسحب الثاني؟ عيني هندس ابو عيون قريئه وانت نعسان، فتح وياي. شنو غير اني موجود جاي باس الفرقه؟ انا مشيكم. يعني انت راح تدلينا؟ طبعا. اخوان انتوا روحوا وانا اسوي البنشر ومن اجيب مكان سيارتي اركنها فيه اجيكم.